تخبط الحصان في الحبل وتجي يجي بسرعته عشان يعد مرة ثم يعد الحصان. يعني يجي بسرعته يجي مصير ولا يجي شيء يعني يشتغل له طبيعة حتى لو اشتغل يقدر يزيد عشان يعد له ترى جاي العكس كل شيء يخاف من الحصان يعني خبط ما راح يشتغلها بكم طبعا مصير ما راح يندفع اندفاع زايد يرجع خبط عمره ما يرجع حد ما أي شيء زي لما تكون راكبة وجاه شيء حصل يطمرها طمر او يندفع عندي فاعل يزيد سرعته ثم يعدها يرجع كم درب زين من نفسه يخفف يدخل بشكل عقلاني خلينا نقول يوم يعديها يرجع الهدف اللي تبغاه او الوحده الحصان درب زين كل ما تلخبط شيء وراه او شيء يمينه يساره كان هذا الشيء سيؤدي لاندفاعه زياده لانه مدرب زين ما راح يندفع بيخفف راح السبب اللي خلاه يتلخبط رجع لك ما تريد كم درب خطا وتلخبط اللي بيسويني يندفع قدام او يمين يسار يسوي العكس اللي انت ما تسويه اذا راح السبب رجعتك ما تقول طب بما ان في الحالتين صار في تغير وش المشكله وش الفرق بينهم انه يخفف وكانه يزيد صار اقرب اللي انت تبغاه من الفيديو انا ابغى اثبت هو يبغى يزيد خفف صار تحكم زاد او تحكم اقل لكن لما انا ابغى اثبت هو يبغى يزيد زاد صار خطا التحكم الا في حاله ان اصلا يبغى يوقف صار اصلا يبغى يوقف انت تحرك ورجع في الوقوف هذا ما ابغى اختلف عنده الوقوف هذا حرنا الحالة دي بتاعت ركوبك صح يتحرك معك ما تروح ركوبك زي الوقف أتكلم عن حصان يبغى يزيد أنت تبغى تثبت التخفيف والوقوف أقرب للثبات من الزيادة اللي هو يبغاها فاللي حصل أقرب لما تريده أنت مما يريده هو هذا يدل على التحكم وليس العكس.